هل بتقول انك شاعر الاغنيه الحلبيه الاول؟ ما عندي اغنيتين بيشبهوا بعض باللهجه. كل اغنيه لهجه. تعاونتوا بتخسر رهانك وطبيب جراح. نعم. الاغنيتين اللي حققوا نجاح مو طبيعي. نعم. ككلمه كانت لحضرتك لكن لم ترى الوصول. صدقني استاذ جورج صعب في اختياراته. كتبت قالوا لي عنه كلام عشان اجافيه ويا ما زادوا ملام وجرحوا فيه. كتبت خصيصا لهيفا وهبه. الشاعر يمر بمرحله انتشار. ومرحله الانتشار ما فيها اختيار. تسمع بها اليوسف؟ بسمعه. حسين الديب. كلهم. هدول الاغاني الشعبيه كلهم. ايش بنزل على السوق بسمعه. ليه بيكون عندنا نقابه موسيقيين مفصوله عن نقابه الفنانين؟ انا لست زجالا. عندنا اليوم ملحنين سوريين. مين مع مين تعاملت حسيت انه عن جد ملحن سوري اليوم؟ بنقول انه ملحن سوري. كل واحد يعني حسس على راسه. أغنية مندم عليك كانت وليدة حالة خاصة. شو كانت الأغنية؟ لمين كان مكتوبة؟ لنوال الزغبي كتبت. بيعطيني لحن بعطيه الكلام اللحن اللي قبله. بتقول اليوم نجوى أفضل ولا كانت تغني أحلى؟ المطرب الحقيقي كل مراحل عمره حلوة. كاظم السهروي بيلحن لأغلب أغاني، نجح ولا كرر نفسه؟ استهلك نفسه. دقيقة صمت معين الشريف أم الهيبة لسيف زيتون أم شيرين خمسة ونص، أيها الأفضل بتشوف؟ فاجرة في مغناها. حرا ليش تأخرت عن مواكبة نجومية نانسي لـ 2017؟ يعني أنا في عندي 224 مطرب لحد الآن ومطربين مغنين كلماتي. صفوح شغالي، خف البريق، طلب عليك. الأغنية صارت مكلفة، يعني إذا بدك تشتغل أغنية توب مكلفة.